المهم هذه هي لابارتمون اللي قلت لكم هنايا كاينه في بوشوك للبيع بطبيعه الحال. غادي ندير لكم هذا الفيديو هذه باش تشوفوها بعدا. هاد لابارتمون هذه راه فيها 83 متر كاري. شوفوا تبارك الله على السطح فيها، انا حمقني غير هذا السطح هذا. شوفوا تبارك الله السطح كبير، خاصه شي شويه ديال النيطوايه الصراحه، شويه الميناج، ولكن لابارتمون واعره. شوفوا تبارك الله السطح، السطح كبير ما شاء الله. نصور لكم شي شويه هنايا باش شوفوا فين جات. شفتوا هاد الطريق هادي، هاد الطريق هادي راه كتمشي نيشان طريق قنيطرة. هو داز واحد الطاكسي تما في طريق قنيطرة، شفتوا هاهما الطاكسيات كيدوزو تما، طوموبيلات طيبة بزاف في طريق قنيطرة. موقع زوين صراحة، وشوفوا هنايا البني كله جديد، العمارات كلهم جداد تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم هذا التغاس هو هذا كبير. المهم هذه الدخلة ديال لابارتمون، ها هي الدخلة ديال لابارتمون، هي هذه. كندخلو كنلقاو التراس على اليمين، راه شفتو هذا هو الباب ديال التراس. هنايا الصالون شفتو، شوفوا تبارك الله الرخام، لا باردون الفو بلافون، شفتو هنايا الصالون، ها هو الصالون. هنايا دخلة كولوار، هنايا مثلا التلفازة، لانستالاسيون ديال التلفازة. شوفوا تبارك الله كي دايرة من هاد الجهة هادي، شفتو تبارك الله هي هادي. هنايا كنلقاو على اليمين التواليت، ها هي. المهم راه التواليت و الدوش لافابو، تواليت، ها هو الدوش كبير، ها هو هذا. وكاينه هاد لا شومبر هادي، ها هما دو شومبر كاينين، كاينه هاد لا شومبر هادي ها هي تبارك الله. راه لابارتمون كبيره فيها دو شومبر، هما هادو ها هي لا شومبر في دايره البيبان. صورها لكم من هاد الشيء هادي، ها هي ها الشجر ديالها. كطلع على الكور. المهم هادي للشومبر، كاينه هاد للشومبر هادي حتى هي الثانيه. شوفوا شارجي لا لينيوم. المهم هاد لابارتمون هادي في الكاتريام ايطاج، هاد العماره هادي راه ديجا ساكنين فيها الناس، بقات غير هاد لابارتمون هادي للبيع. فيها 83 متر كاري. هذه الكوزينه، ها هي لاستاسيون ديال الماكينه بلاكارات، شو ها هما بلاكارات، شو زوينه الصراحه. هي هذه بلاكارات الفوق عاوتاني زوينين، هو هذا كبيرة. كوزينة زوينة الصراحة عجبتني. صافي هادشي اللي فيها لا كويزين شومبر هي هادي، وفيها هاد لا شومبر هادي، ها هو يعني الواحد يدخل يسكن. وهنايا كيما شفتو معنا تواليت ودوش صالون، صافي وتراس. احسن حاجه في هذا لابارتمون هو هذا التراس هذا، شفتوا كبير. صافي هادشي اللي كاين. لابارتمون فيها 83 متر كاري ياك اخويا. المهم ان شاء الله اللي بغى معلومات يتواصل معنا في الرقم اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي يلا. الموقع ديال هاد صراحه عجبني الموقع ديال هاد لابارتمون هادي، يعني بالنسبه للموقع راكم كما قلت لكم هنا طريق قنيطره، ها هو من هنا طريق قنيطره كيدوزو الطوموبيلات من هنايا، ومن هنايا البحر. ها لابارتمون كبيره، اه
هادي هاد لابارتمون هادي كما كتشوفوها هي راه مشمشه تبارك الله شميشه، عندها هاد الواجهه هادي وعندها الواجهه الاخرى. شفتيني على العمره اخويا شحال فيها من السكر؟ 8 ديال السكر اللي فيها. قلت لها العمره فيها 8 ديال السكر، بقات فيها غير هاد لابارتمون هادي اللي مازال ما تباعش. صافي هادشي اللي كاين، وكما شفتو قبيله كاين كراج كاين اه السطح كاين كما قلتي السطح والكراج زعما شنو الكراج باش يستاسيونيو كراج يعني باش مثلا الا خدا شي واحد هاد لابارتمون هادو عنده الحق انه يستاسيوني الطوموبيل ديالو في الكراج لتحت كلشي مزيان ايوا صافي دونك راه كاين الباركينغ لتحت بالنسبه للستاسيونمون والسطح بطبيعه الحال مشترك بين الناس اللي ساكنين في هاد العماره هادي الكراج مشترك والسطح مشترك بطبيعه الحال هذا بعدا اللي غادي ياخذ هاد لابارتمون ما يحتاجش كاع السطح ها السطح عنده هنا ها شو تبارك الله السطح قداش كبير ما شاء الله مشمشه شوفوا الشميشه ما شاء الله وكبيره راكم شفتوا الصالون هو هذا التواليت والحمام راه مشتركين جوج بيوت وكوزينه صافي تبارك الله الله يسخر هانتوما ها الدخله ديال هاد لابارتمون ياو اها السطح قريب لابارتمون في الكاتريام ايطاج هاهو شوفو السطح شوفو الدروج الدروج باخين وهاهو السطح هو هذا كاين شي حد شفتو كاين شي حد كاين شاء الله ايوا صافي هادشي اللي كاين صافي هادشي اللي كاين صافي ها هو الدروج مضويين حتى تمشي مضويه ما تشعلش كاع فيها الضو بالنهار بعدا ما تشعلش الضو الدخله ديال العماره شتا ها هي ها هو الكراج اللي قلت لكم عليه الباركينغ اللي شرا راه عنده بطبيعه الحال البلاصه ديالو في الباركينغ الدخله ديال الباركينغ لتحت عندهم هاد اتساع هذا طبيعه الحال راه مشترك دو كلهم يعني مشتركين هما هادو هذا الدخله ديال الباب وكل طابق فيه جوج الناس جوج الناس في كل طابق هي هادي الدخله ديال العماره ها الموقع ديالها ها هو ها هو وفيها الكراجات للبيع واخا نصور اخويا هاد الكراجات اللي تحطوا للبيع بالنسبه اللي بغاهم انا نحليك واخا شكرا قلت لكم هذه هي لونطري ديال العماره ها هي وهنايا لونطري ديال الباركينغ تحت ها هو كل واحد عنده طبيعه الحال البلاصه ديالو كما قلت لكم كل طبق فيها جوج ديال الناس كاتريام ايطاج هو اللي باقي فيه ديك لابارتمون اللي مازال ما تباعش ولكن العماره كلها الناس ساكنين ها هو شوفوا شنو كاين هنايا حداكم هذا البقال هذا التغذيه العامه كاين هادو هما الحوانت هي هادي راه فيهم جوج كراجات جوج فيهم 60 متر كاري وجوج فيهم 101 ها هو بحال مثلا هذا راه فيه 101 كاين هذا وكاين هذاك اللي ملهيه حدا الدخله ديال الباركينغ وكاين هذا فيه 60 وهذا حتى هو فيه 60 شنو اللي غيلقي مثلا 60 و 101 ايوا تبارك الله 161 هادي ما شاء الله المهم هذا هو المحل الاول تبارك الله كبير 101 راه ما شاء الله 84 تبارك الله ها نتوما كتشوفوا هنايا الكراج هو هذا 84 في لاوتور سو بلافون شفتوا راه كبير بزاف هذا المهم كاع المعلومات راه غنخلي لكم ان شاء الله صندوق الوصف الرقم الهاتف باش ان شاء الله تواصلوا اللي بغى شي حاجه اللي بغى يسول بطبيعه الحال يلا تبارك الله عليكم بالسلامه.